صورة قديمة للعقيد زايد بن خليفة الجابري قائد كتيبة الأولى بالحرس السلطاني العماني سابقاً. أصبغ الله وافر النعم ظاهرها وباطنها على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وأبقاه ذخراً وفخراً للوطن العزيز وأهله والمقيمين عليه. ورحم الله مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراها. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.